اتفق من الآن فسنتحول لنتابع ما تبقى من المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا للحديث حول استراتيجية تطوير قطاع التعدين. نتابع. كانوا كلهم بيقول لك انت تعبنا بموضوع مشاركة الانتاج ده والشركات المشتركة، انتوا وارثين الكلام ده من البترول. قلنا لهم طب خلاص احنا دلوقتي مش شركتين بترول، احنا هنعمل زي ما العالم كله بيبيع نظام الاتاوة والضرايب. فدي ما فيش فيها خوف. الشركات بتشتغل يعني بتعمل طول العام وبتطلع القوائم الماليه بتاعتها وفيها مصروفات وفيها ايرادات وفيها ارباح في الاخر، وده حاجه ما اظنش انها هتبقى صعبه على حد يعني ان شاء الله. تابعنا إذن مع حضراتكم هذا الجانب من المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا حول الاستراتيجية المصرية للاستثمار في قطاع التعدين. وإذا كان الاهتمام الأكبر والأكثر وضوحا بالنسبة لقطاع البترول والثروة المعدنية كان على مدار السنوات الماضية مرتبط بحجم الاكتشافات التي جرت في مصر، سواء ما كان منها مرتبط بالبترول أو ما كان منها مرتبط بالغاز الطبيعي، وصولا إلى درة تاج هذه الاكتشافات حقل ظهر والوصول إلى حجم إنتاج يصل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب في اليوم، ووصول مصر في عمومها إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. فإن التحول المصري كذلك لكي تكون مركزا إقليميا لتداول الغازات ولتداول الطاقة في عمومها أيضا كان محورا شديد الأهمية من بين هذه المحاور. فإن وزارة البترول لعلها كذلك في هذا المؤتمر تتحدث عن الجانب الآخر من اختصاصاتها ومن حجم الثروات التي يعرفها باطن الأرض في مصر، الحديث عن الثروة التعدينية وحجم الفرص المتاحة في هذا المجال والفرص التي يمكن أن توفر ليس فقط لوزارة البترول والثروة المعدنية، لكن كذلك ما يمكن أن يتاح لشركات القطاع الخاص التي يمكن أن تقدم دعما في هذا المجال. المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير البترول لا يزال جاريا حتى هذه اللحظة. وصلنا مع حضراتكم إذن إلى ختام هذه الجولة من جولات الآن. موجز لأهم الأنباء يأتيكم بعد دقائق بإذن الله. إلى اللقاء.